يسعد مساكم مشاهدينا ومشاهداتنا الكرام، احييكم وارحب بكم باسم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية وبالتعاون مع تلفزيون الفجر الجديد في حلقة خاصة عن آفة المخدرات والاغتيال العقلي. المخدرات من الامور التي بدأت تطفو على السطح في الآونة الأخيرة، سواء بالكشف عن مصانع لإنتاج المخدرات او تنامي القبض على متعاطين ومدمنين في طول كرم، ووصولا الى الكشف عن اخطر انواع المخدرات وهو القنب المهجن. تنامي وتواجد خيوط هذه الآفة يتعدى خطرها الشباب ليصل إلى مجتمع بأكمله. فما هو حقيقة وواقع تواجد المخدرات في طول كرم؟ وما هي أهم أسبابها؟ ما التداعيات والنتائج على تواجد هذه الآفة إذ ما تنامت أكثر بين الفئات العمرية؟ وعلى من تقع المسؤولية في ذلك؟ ما المطلوب وما الآليات العملية لكبح جماح المخدرات عن طول كرم؟ للحديث أكثر عن هذه المحاور يسعدني أن أستضيف معي بالأستوديو كل من مدير مكافحة المخدرات في طول كرم ياسر ياسين، أهلا بك، ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذة سهير أبو طاقة، أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. وأيضا مشاهدينا الكرام، حول مساهماتكم الهاتفية يمكنكم المشاركة والاتصال على رقم البرنامج 26849. في البداية ضيوفي الكرام، لو تحدثنا عن واقع وحقيقة آفة المخدرات في طول كرم سيادة المقدم. شكرا جدا لتلفزيون الفجر الجديد، وحقيقة أنا بقدر هذه الدعوة. قضية المخدرات، لا أستطيع أن أقول طول كرم منفصل عن غيرها. ظهر طول كرم موجود المخدرات طبعا فيها، ولا يستطيع أحد أن ينكر وجودها، حيث أن هناك ليس هناك مجتمع خالي 100% في المخدرات، ولكن في وضعنا الفلسطيني دائما نسعى للأفضل والأحسن وأن يكون مجتمع نظيف. طول كرم محافظة طبعا حدودية، طبعا هناك كان بعض الأمور السياسية التي أصبحت هي معوقات أمامنا في عملنا. طول كرم منتشر فيها المخدرات أو يوجد بها مخدرات، ولكن ليست كالمحافظات الأخرى، أي لا تعتبر محافظة ساخنة كما نحن نصنف المحافظات. طول كرم حقيقة هنا لدينا إحصاءات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يوجد بها المخدرات، ولكن الضبطيات ليست كمناطق أخرى، محافظة القدس، الخليل أو رام الله، موجودة وهناك ضبطيات وهناك أرقام وإحصائيات في هذا الموضوع تشير أن هناك فعلا وجود لهذه الضارة، ولكن ليست بوضع أن نصل إلى أن هناك انتشار كبير للمخدرات. ليس هناك انتشار كبير، ولكن الظاهر موجودة. وأريد أن أسرد لك بعض الإحصائيات في هذا الموضوع. نعم. للمخدرات عن عدد المتعاطين وعدد القضايا التي ضبطت. على سبيل المثال، في 2014 إلى حد الآن كان حوالي 52 قضية ضبط للمخدرات. نعم. طبعا بأنواع مختلفة من الحشيش والقنب المهجن كما أسلفتي، وبعض الأنواع الأخرى الموجودة. حقيقة عدد المتعاطين في طول كرم لا أستطيع أن أقول أن هناك عدد مرعب، عدد موجود، ولكن أنا أمثل حتى لو كان فلسطيني واحد أقول أن هناك خطر، حيث أن فلسطين لديه مشروع وطني، فبالتالي من الوقوف لديه أو عند هذا الأرقام. خلينا أقول في 2010 كان 170 متعاطي، 2011 150، 2012 كان أقل، 2013 حتى كان أقل في الموضوع، وهذا يتبع عدد الضبطيات وعدد الأشخاص المتورطين فيها. دعيني أقول مرة أخرى أن المخدرات موجودة، والفئات العمرية هي فعلا للأسف الشديد التي تكون منتجة في المجتمع الفلسطيني. نعم. وهي الفئة من 18 إلى 35 سنة. نعم. وكذلك هناك فئات أخرى للأسف الغير متعلمة في المخدرات، ولا أستطيع أن أعمم، ولكن دائما أقول أن هناك مخدرات ولا بد من وضع البرامج الخاصة لمكافحتها. نعم. يعني أستاذة سهير، لو تحدثنا عن النهج الذي تعمل وفقه وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بوضع المخدرات. مساء الخير لأهلي في محافظة طول كرم. طبعا سيادة المقدم أسهب في الحديث حول هاي الآفة، وطبعا هي زي ما حكى آفة عالمية منتشرة على مستوى العالم، وفي طول كرم إلها خصوصيتها. طبعا إحنا كوزارة شؤون اجتماعية في عندنا مجالات مختلفة لمساعدة الأفراد.
زي ما ذكر سيادة المقدم أنه الفئة العمرية في 18 وفي ل 35 وممكن في فئات أكبر، وبالتالي في عنا برامج وخدمات بنقدمها لهدول الناس بالذات الشباب الصغار اللي بيدخلوا على المراكز التأهيلية، وبالتالي في عنا برامج وقائية وبرامج علاجية بنشغل معهم هدول الأطفال أو نقول الأحداث بهاي الفئة العمرية أو 18 للشباب، مرحلة الشباب زي ما حكينا أنه هدول هم بنات الوطن أكيد يعني طبعا. وبالتالي إحنا إذا كان رب الأسرة هو المتعاطي إحنا بنحتضن أسرته وأبنائه بتقديم المساعدات المادية والعينية لهذه الأسرة بالتوافق والتزامن مع العمل مع المتعاطي من خلال طبعا بيدخلوا المراكز الأحداث اللي مراكز قصدي التأهيل اللي داخل السجون اللي بنعمل على لقاءات مباشرة معهم وتواصل والشغل عليهم في حالات من الحالات المدمنين أو المتعاطي المدمنين بنوفر لهم العلاج عن طريق تحويلهم يعني بالتشارك مع الشرطة في المحافظات المختلفة اللي هو في عندنا المركز الوحيد الحالي الموجود على مستوى الوطن اللي هو مركز الصديق الطيب. احنا في عندنا برنامجنا في الجمعيات الخيرية اللي هو شراء الخدمة نستطيع انه لانه شغل مع هدول الناس او هاي الفئة المتعاطية وبالتالي بيحتاج لعلاج، العلاج يكلف حوالي بحدود 3000 شيكل احنا بنستطيع تغطيته بالذات للأسر الغير مقتدرة وللي الشخص تحديدا اللي عنده إرادة وعنده رغبة بالفعل بالخروج من هذه من هاي الأزمة اللي انا بعتبره ضحية اصلا، وبالتالي احنا بنتعاون ونتعاطف معه خاصة اذا كان عنده أسرة موجودة. نعم، يعني بالعودة لك سيادة المقدم لو تحدثنا عن نسبة قضايا التعاطي الى نسبة قضايا الاتجار في طول كرم كيف نربط بين الاثنتين؟ نعم، لا أستطيع أن أفصل بين الطرفين. المتعاطي هو مشروع مدمن، مشروع مدمن للأسف الشديد. نعم. وقضية التجار يتواجد التجار دائما عندما يكون هناك لدينا أعداد كبيرة من المتعاطين والمدمنين. طول كريم لا أستطيع أن أقارن بالمحافظات الأخرى أن هناك تجار على مستوى كبير. نعم. لا أستطيع، ومع ذلك أقول أن من يأخذ يعني نحاول اجتداد هذه يعني نعم. قبل ما نصل إلى مرحلة التجار. نعم، هناك برامج كثيرة للشرطة، كما تعلمين الشرطة لديها شقين في موضوع المكافحة، الشق الإرشادي وشق المحاضرات التوعوية، والشق الثاني شق الضبطي القانوني في هذا الموضوع. وكما أسلفت هناك 47 إلى 50 قضية لحد الآن، أو قد يكون 52 أو 53 قضية، ولكن أستطيع أن أقول أن هناك تجار، هناك تجار، ولكن الكميات التي ضبطت حتى أنه قبل فترة كان هناك كمين لأحد التجار وتم ضبطه. نعم. وتم ضبطه كما سمعت بكمية مخدرات من الحشيش. أستطيع أقول هناك تجار ولكن ليس بمستوى التجار الموجودين في المناطق الأخرى، ولكن على مستوى محافظة الكرم من يتنقل بسيارة ولديه كمية مخدرات هو تاجر، ومن يكون لديه محل توزيع في بيته هو تاجر، ومن يوزع على يعطي كمية لناس آخرين لبيعها هو يسمى تاجر. الكمية مهمة، ولكن الكمية في وضع طول كرم أيضا حتى مهما كانت قليلة فممكن يكون هناك فعلا هناك بعض الأسماء للتجار، ونسعى دائما لمكافحتهم ونسعى دائما لضبطهم لتقديمهم للقضاء. فنحن نقول دائما تاجر مخدرات هو يقتل جيل يقتل شعب، القاتل يقتل شخص لوحده، ولكن تاجر مخدرات فعلا هو يستهدف جيل ويستهدف مشروع وطني. فهناك كثير من الضبطيات التي كانت موجهة ضد التجار حتى في غير طول كرم من المناطق الأخرى، وتم ضبطهم وتقديمهم للقضاء. فأنا لا أستطيع أن أقول أن من يبيع كيلو حشيش على سبيل المثال أو يضبط بكيلو هو تاجر، ولكن في منطقة أخرى قد يكون 2 أو 3 كيلو هو تاجر. ولكن فعلا هناك بعض الأسماء التي ترد إلينا ولدينا معلومات كبيرة ولدينا كثير من الخطط لإلقاء القبض عليهم ومكافحتهم. نعم، قبل الاستكمال في موضوع في محور الحلقة لليوم أستاذة سهيل لو تحدثنا عن الفرق ما بين المتعاطي والمدمن لنضع المشاهدين في هذا الإطار. طبعا هناك في فرق، وبالتالي أنا جبت التعريف العلمي لأنه إحنا هدفنا في اللقاءات هاي كمان جزء من هدفنا أنه بالفعل نعطي إشي علمي إشي توعوي للناس على أساس يعني يساعدنا في في العمل. طبعا هي المادة هي مادة مخدرة، أوكي؟ المدمن هو الشخص، عفوا شوي نعم
انه لازم نحطها بشكل يعني امتى احنا ممكن نعتبر انه هو متعاطي وامتى ممكن نعتبر انه هو شخص مدمن؟ طبعا المتعاطي اللي بتناولها ممكن تعتبريه لمره او مرتين ثلاثه لاربع مرات، لكن المدمن هو اللي بحاجه الى بشكل بتصير عنده نواحي فسيولوجيه سايكولوجيه فسيولوجيه، بالتالي في عنده حاجه الى الحصول عليها في فتره معينه وقت معين ومحدد. وبالتالي هدول الناس المتعاطين اللي بشكل مباشر وبشكل ممكن انهم طبعا احنا بنتناول على اساس بنحكي عن شيء عملي، طبعا هدول الناس بصيروا عندهم اساليبهم المختلفه للحصول على هذه الحاجه. نعم. بغض النظر عن الطريقه والتوجه، وبالتالي هنا ممكن احنا نتطرق لبعض الاسباب اللي ممكن تدخل في بالنسبه لهدول الشخوص. كثير من هدول الناس ممكن يلجأ لانحرافات سلوكية بمختلف أشياء، لها السرقة، ممكن الاعتداءات، ممكن أي مشكلة أي حتى يحصل عليه، لأنه بصير عنده حاجة في الأعصاب، حاجة في داخل جسمه، وبالتالي بتنعكس عليه اللي هي بيولوجية فسيولوجية، وبالتالي بتعكس عليه، وبالتالي هو بلجأ لأي طريقة ولأي أسلوب ممكن أنه من أجل الحصول عليها. نعم. سيادة المقدم، لو تحدثنا عن بعد عام في طول كرم عن ضبط المصنع في طول كرم إنتاج المخدرات، عنا أعداد من المتعاطين وعنا أعداد من المدمنين أيضا. تكلمنا عن ثلاثة أنواع، يعني ثلاث يعني مصانع لإنتاج المخدرات كانت موجودة إما في طول كرم أو في الضواحي. يعني مكافحة المخدرات في طول كرم، هل عناصرها تم تدريبها أكثر، تم يعني إعطائهم الدورات التوعوية أكثر لحتى يكونوا على دراية أكبر في موضوع القبض؟ نعم سيدتي، أنا عطفا وأريد أن أفصل بعض الشيء في موضوع المخدرات. نعم. المخدر هو أنواع كثيرة، وهو يؤدي يعني تعريف المخدر بحد ذاته أو المادة المخدرة هو ما يؤدي أو أي مادة تؤثر على الأعصاب أو أي مادة مخدرة تؤثر على الأعصاب وتؤدي إلى حالة من التعود. أو أي مادة تؤثر على جهاز العصبي وتؤدي إلى حالة من التعود، بغض النظر شو المواد، لأن المواد المتخدرة متطورة يوميا بعد يوم. والمخدرات بأنواعها تختلف طبعا، وهي في تطور دائم. نعم. بأنواعها التصنيعية وغيره. قضية المصانع في طول كرم أو ما حدث قبل عام خلينا نقول، أو المستنبتات أو المزارع، في كثير من المسميات أطلقت عليها. حقيقة أفراد مكافحة المخدرات يوميا أو كل عام يكتسبوا خبرة أحسن ويتوجهوا للأمام في هذا الموضوع. على سبيل المثال، عند بداية السلطة الوطنية الفلسطينية 1994 وإنشاء جهاز الشرطة، وكانت وحدة المخدرات وحدة قليلة. اليوم وحدة المخدرات تضم ضباط مؤهلين جامعيين. نعم. لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع موضوع المخدرات، لديهم دورات داخلية وخارجية، وحاليا يتبعوا أو ينهلوا من العلم في هذا الموضوع في كل مكان. واليوم الإنترنت والدورات والاحتكاك مع الدول المجاورة بدورات تخصصية أصبح لديهم فعلا الخبرة الكافية في هذا الموضوع. وأريد أن أقول حتى الذي ضبط في طول كرم من ناحية المشاتل أو المستنبتات كما سميتوها أو المصانع كما تسميها أنت، فعلا لدينا خبرة أن نتعامل مع كثير من هذه النباتات وكثير من هذه الأنواع. وحتى أصبحت اليوم بوجود مختبر الجنائي الفلسطيني إن شاء الله راح يشتغل وراح إنه يكون فعلا أوسع في تحليل هذه المواد. المخدرات الكيميائية اللي هي أخطر بكثير والتي تؤدي إلى فعلا تدمير نفسي ومادي وتفكك أسري ومجتمعي وما يتبع من برامج مكلفة في هذا الموضوع. نعم أستطيع أن أقول حاليا أفراد مكافحة المخدرات لديهم الخبرة الجيدة، لديهم التوجه للأفضل، لديهم الاستعداد لتقبل الجديد، حيث أن ظاهرة المخدرات لا تقتصر على فلسطين ولكن هي ظاهرة عالمية لا تعرف الحدود. فبالتالي فعلا نحن دائما على استعداد للتقدم والتطور، والحمد لله اليوم لدينا متخصصين في هذا الموضوع. نعم، ولكن على كلمة المصنع، يعني هي أصلا ذكرت في بيان عن الأمن الوقائي في شهر واحد تقريبا، ذكر بيان الأمن الوقائي عن مصنع وتم توزيعه على وسائل الإعلام، وتم ذكر كلمة مصنع أيضا خلال الحملة الوطنية التي أعلنها سيادة اللواء المحافظ. يا سيدتي، إحنا مصنع أو مستنبت أو غيره، نحن دائما نقول في ناقوس خطر. نعم. ما بدنا نختلف عن المسميات، ولكن نختلف عن تأثير ما وجد من مواد على المواطن الفلسطيني. نحن لا نختلف المسميات، ولكن دائما نتفق على الآليات والاستراتيجيات فعلا لخدمة المواطن، لكن هي عبارة عن توضيح. نعم. خلال تعاملكم مع المتعاطين أو المدمنين، ما هي أهم الأسباب التي يعني تكون وراء المدمن والمتعاطي؟ طبعا هي الأسباب بدنا نوزعها على أكثر من محور. أول إشي بدنا نعود للأسباب الرئيسية اللي هي الأسرة، اللي هي التنشئة الاجتماعية. نعم. طالما عندنا أسرة تربت فيها هدول الأطفال أو هدول الأبناء، فقد الوازع الديني عند هدول الأولاد، التفكك الأسري في داخل الأسرة، طلاق، وفاة الأب، الفقر،
التنشئة الاجتماعية الغير سوية في داخل الأسر، هاي بتلعب دور كبير في تنشئة هدول الأبناء. سبب تاني من نطلع على الأسرة اللي هو المجتمع، المجتمع والحي اللي هم الرفاق السوء اللي ممكن يخالطوهم أو يتعرفوا عليهم. الشيء تالت بروح على المدرسة، المدرسة ممكن تأخر الدراسة، التسرب من المدرسة، هي أحد الأسباب الرئيسية اللي ممكن هدول الناس بالذات تحديدا اللي بيكون عندهم مستوى تحصيل متدني بيلعب دور في إنهم بيكونوا طبقة مستقطبة أو سهلة للحصول عليها، يعني أرض أو تربة خصبة للتجار المخدرات للتسويق أو التعامل مع هدول الفئات. نيجي لما نحكي على مجتمع، المجتمع بشكل عام خاصة أنا بدنا نحكي عن طول كرم تحديدا حدوديتها، وجودها على المناطق الحدودية هاي، وبالتالي إحنا في وضع احتلال وهذا من السهل تنقلها أو انتقالها من مكان إلى آخر. بنحكي عن إحنا بصراحة عدم وعي الناس وعدم معرفتهم بهذه المواد، وبالتالي دور الإعلام، أنا بقول دور الإعلام كتير مهم وضروري في الشغل على هاي الآفة والتعامل معها والحديث حولها بشكل دوري. لا يعني ما بصيرش احنا نفتقر بس على لقاءات تلفزيونية مرة بين كل فترة والتانية، على العكس احنا محتاجين مثلا بين كل فترة والتانية للشباب المراهق تحديدا سبوتات او لقاءات صغيرة للحديث حول هاي الآفة، حول مخاطرها وحول اضرارها، كيف احنا ممكن نتعرف عليها، لانه في كثير من رفقاء السوق اللي سهل انهم يجرجروا، خليني احكي هذا المصطلح بالذات، من واحد لاخر وبالتالي بورطوه. وهذا الشخص زي ما حكينا بصير عنده زي ما قلت في البداية عنده انحرافات سلوكية من أجل الحصول عليها، وبالتالي أول مرة في نوع من أنواع المخدرات زي ما بعرف سيادة المقدم الأفيون يعني إذا أخذ مرة واحدة مدمن مباشرة بصير مدمن. وطبعا في تطور تكنولوجي وأنت بتسمعوا أكيد سمعتوا عن الشغلات اللي قاعدة بتصير على مستوى العالم، وإحنا بناش نرعب الناس في محافظة طول كريم، بس أنا بقول التنشئة والتربية الاجتماعية الصحيحة والسليمة في داخل الأسرة هي اللي بتحد من ذلك. إشي تاني بصراحة طبعا في زي ما حكى سيادة المقدم الشرطة والأجهزة والمجتمعات الجمعيات والمؤسسات الـ NGOs الموجودة على مستوى الوطن مفروض تكون بيد واحدة متكاثف تحت مظلة واحدة من أجل العمل على الحد من هذه الظاهرة من خلال كثير من البرامج اللي إحنا ممكن نقدمها ونساعد فيها على مستوى المدارس التربية والتعليم، الأوقاف ودورها في الجوامع قديش ممكن تلعب دور، لأنه الوازع الديني مهم لما أنت تنشئ ابنك تربية دينية صحيحة سوية سليمة. أي واحد بتعرض له مباشر برجع التواصل والاتصال داخل الأسر كتير كتير مهم، إنه أي حدا من هدول الأولاد مثلا مش إحنا مناش نرعب بقدر ما هو نوعي، التوعية والإرشاد على مستوى للأهالي للأطفال في المدارس على مستوى الشارع على مستوى المجتمع، لأنه إحنا لا نزال هذا احتلال آخر اللي هو آفة المخدرات. وطبعا أنا بدي أحكي بشكل مباشر كمان عن إن إحنا كمان القانون الفلسطيني، قديش احنا قانون الفلسطيني مش رادع بالطريقه اللي احنا بنيها. سنتكلم يعني في محور اخر عن موضوع الـ الـ القانون، ما انت حكيت عشان اسبابها لا. لانه كمان ضعف العقوبات اللي بتتم على هدول الناس كمان محفزه انه ممكن انه اوكي نعم أوكي. سيد المقدم تعقيبا عما تفضلت به الاستاذه، من خلال التحقيق يعني في المكافحه هل هناك اسباب ممكن ان تضيفها على ما تفضلت به؟ نعم سيدتي، يعني تفضلت سيد سهير باسباب جوهريه في حال في موضوع التفكك الاسري جدا مهم في قضيه المخدرات والادمان. نعم. رفاق السوء زي ما تفضلت فعلا. اريد ان اقول هنا لابد ان تشبيك بين كافه المؤسسات في هذا الموضوع. نعم. المؤسسات الرسميه والمؤسسات غير الرسميه في هذا الموضوع لخلق اليه استراتيجي معين لمكافحه هذه الظاهره. انا بقول في موضوع المخدرات ليس هناك حد لاي فئه او مؤسسه في هذا الموضوع. شو بنقدر نعطي ممتاز، شو بنقدر نتقدم ممتاز، شو بنقدر يقدم ممتاز، لانه حقيقه الظاهره ليست بقليله، الظاهره ليست ب جديدة ولكن القديمة الجديدة، الظاهرة متطورة، متطورة تعني ذلك أن يكون هناك فعلا فكر جديد واستراتيجي جديد في مكافحة هذه الظاهرة. أريد أن أقول هناك شيء خطير جدا في موضوع المخدرات، هناك ما يسمى بالقانون الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات. فمدمن المخدرات يسرق، يزني، يقتل، عضو فاسد، قد يعمل ضد وطنه، قد يكون فعلا بالضبط طبعاً. أخرى. طبعاً. هنا أقول أريد أن أقول وخاصة أختنا من الشؤون الاجتماعية أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، فإن صلحت الأسرة فعلا هناك شيء جديد وشيء جيد ورائع بكون هو تفكك الأسري من قد يصحبه ضياع الأبناء، نسبة الطلاق إلى جرائم مرتبطة فيها، وحتى كثير من الفساد الاجتماعي بما يرتبط. البقول فيه يجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية كلنا نشارك بما
يقدر عليه، نعم، ونتقدم فيها، نعم، حتى فعلا أن نكون لدينا استراتيجية وطنية في مكافحة هذه الظاهرة، لأنه فعلا حقيقة حساسة وتتسع وتستمر. وكما أسلفت في بداية الحلقة، ليس هناك مجتمع في العالم هو خالي من المخدرات، طبعاً. وليس هناك فئة أو أسرة محمية من المخدرات، نعم. بقدر ما نقدم، بقدر فعلا ما نبعد الخطر الداهم عنا. نعم، صحيح. قبل استكمال محاورنا ضيوفي الكرام وأيضا مشاهدينا، مجموعة من المعلومات لربما يعني تفيدكم في موضوع المخدرات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في الأول من شهر 9 من العام الحالي أن نسبة المتعاطين بلغت 83,000 متعاطي في الأراضي الفلسطينية. قامت وزارة الصحة في رام الله وبالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ومكافحة المخدرات وأيضا القضاء بالإفصاح عن مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات تصل عقوبتها إلى الأحكام المؤبد عقوبة التعاطي والاتجار بها، وجرى الحديث أيضا عن رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. أيضا ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة لعام 2011 أظهرت أن 42 من المتعاطين هم متعاطي حقن. وأيضا في أحدث دراسة أجراها وحدة السموم والأدوية في جامعة النجاح الوطنية أكدت أن أكثر المواد المخدرة التي تم تعاطيها في طول كرم هي الحشيش، وما نسبته حوالي 70% خلال 2010 وحتى 2014. الدراسة نفسها مشاهدينا بيّنت أن أكبر نسبة من المتعاطين كانت تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 30. يعني ضيوفي الكرام حول ما تفضلت به من معلومات، يعني تعقيد تفضل. نعم تفضل بالتعقيد. معلش تعقيد بس على الأرقام بس. بتحكي عن إنه هم بتعاطوا من خلال الإبر، لأنه التعاطي عن طريق الشم بيؤدي إلى خلل في الأغشية المخاطية وبالتالي بيشوفوها بطريقة أسهل، رغم إنه الإبر ممكن أن تؤدي إلى أمراض فتاكي كتير وكبيرة كالإيدز، السل، البكتيريا، الجراثيم اللي ممكن تأذي هذا الشاب أو ما هذا نطلع يعني مرهق. مشكلة المخدرات طبعاً 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 طبعاً، لأنهم ممكن يتعاطوها أكثر من واحد في نفس اللحظة، وبالتالي هذا نقل وبالتالي تنقل أمراض هي فتاكة. ممكن المتعاطين إذا وصلوا للمدمنين، إذا وصلوا لمرحلة زيادة الجرعة ممكن تؤدي إلى الوفاة. ممكن كمان هذه الأمراض وهذه اللي تنتقل من فرد إلى آخر، تنتقل لأهليهم، لو أخوتهم، تعرف يعني هذه دائرة دائرة إذا دخل فيها أحد الأفراد وبالتالي ممكن تنعكس. إشي تاني حكيتي بخصوص هذه الدراسة، في عنا طبعا إحنا على مستوى الوطن مجلس أعلى للمخدرات لمكافحة المخدرات على مستوى الوطن، ترأسه وزارة الصحة وبعضوية وزارة الشؤون الاجتماعية وطبعا الشرطة كمان معانا، وفي لقاءات دائما بشكل دوري بشكل متواصل حول ورشات عمل، حول تعديل القانون، الصياغات هاي المسودة القانون هاي ضمن ورشات عمل انعملت بشكل دوري في رام الله من أجل تعديل، لأنه بالفعل جزء من الهم في انتشار المخدرات اللي هي القانون يجب بل يكون هناك قانون رادع لهدول الناس لإيقافهم والحد منه. نعم سيادة المقدم تعليقا على ما ذكرناه. نعم سيدتي، أنا حاب أقول بالنسبة للمدمنين المتعاطين في طول كرم، فعلا الحشيش 40%، القنب 25%، المرجوان 20%، حبوب مخدر 10%، والكوكايين 3%. يعني يظهر لنا هاي الإحصائية وأتوقع أنها قريبة إلى الصحة والدقة، هي حشيش 40%. للأسف الشديد المدمن يبدأ بحشيش ومارجوانا وينتهي بكوك وكوكايين وهروين وحقن. للأسف الشديد يعني تبدأ الرحلة بشيء بسيط وتنتهي بشيء معقد ويصبح بحاجة إلى علاج، اللي إحنا أي فلس نحطه عليه أي مبلغ كان بالأولى نروح للشؤون الاجتماعية، بالأولى لمدرسة، لمستشفى، لفرصة عمل. نعم. اللي بقول فيه بالنسبة لموضوع القانون، فعلا الموضوع شائك والموضوع يعني فعلا كبير، ولحد الآن ما وصلنا لحل في الموضوع. نعم قبل ما نتطرق لموضوع يعني القانون، الفئة اللي تحدثنا عنها هي فئة من 18 إلى 30 عام. يعني فئة 18 هم طلاب مدارس وأيضا جامعات، ويمكن استدراج طلاب المدارس سهل جدا. يعني التاجر اللي تحدثت عنه من فترة كان بتعاون بتوزيع المخدرات من خلال طلاب مدارس خلال شكل واحد، يعني وزعوا هاي المتعاطي بس شكل واحد. نعم سيدتي اسمعيني، يعني تاجر المخدرات لا يهمه طالب مدارس او غيره، هو يهمه من يقوم بتوزيع هذه الماده والربح السريع وبشكل سريع وانتهت العمليه. يعني بقول فيه بالنسبه لموضوع القانون، احنا حاليا مشتعل امر الاوامر العسكريه الاسرائيليه للاسف الشديد اللي هو 557 لسنه 75، و
يعني بدي أقول فيه والقانون الأردني موجود في الضفة الغربية والقانون المصري موجود في مصر. وطبعا هذا الكلام لا يلبي حاجة المجتمع الفلسطيني حيث أنه وجد لخدمة الاحتلال بحد ذاته ولا يلبي ولا أصلا هو غير متطور ولا يصنع المخدرات. الآن في يعني مشروع جاهز إن شاء الله أنه يقر من السيد الرئيس أو المجلس التشريعي أو رئيس الوزراء كما فضلتي قانون فلسطيني. يعني المنوي إقراره هو قانون حديث جيد يلتزم بالاتفاقيات الدولية ويواكب موضوع المخدرات وتطورها وهو فعلا قانون نموذجي وقانون فعلا تؤدي قد يكون العقوبة كما تفضلت 15 سنة أو 20 سنة لتاجر المخدرات بالأشغال الشاقة. نعم. بالأشغال الشاقة. وهذا الكلام شيء رائع وجيد وممتاز. نعم. بالعكس الجيد في هذا القانون حتى لو تقدم شخص أنه مدمن مخدرات واعترف بنفسه أنه يمكن مساعدته يمكن تخفيف يمكن تخفيف ومساعدته وإخضاعه لبرنامج يتناسب. طيب أين وصل هذا الموضوع؟ أين وصل هذه المسودة؟ يعني المسودة هي جاهزة وإن شاء الله تنتظر إقرارها بمرسوم رئاسي أو بمجلس تشريعي إن شاء الله. يعني أكيد مش حننتظر المجلس التشريعي يعني لحين انعقاده ليتم البت في هذا القانون. يعني ممكن هناك مواضيع استثنائية وحالات استثنائية يمكن البت فيها. وأقول إليك خلال المراسيم يعني الرئاسية. وأقول إليك سيدتي لا أستطيع أن أقول أن تاجر المخدرات هو يعني أسبوع بروح لا مش هيك الأمور. بالعكس هو هناك يعني أحكام ولكن نرجو الأحكام تكون أقسى من ذلك. إحنا مش راضين أقسى من ذلك مش راضين على الحكم فعلا ولكن الأحكام يعني كثير من الناس بأنه بدخل عندكم أسبوع زمان في المحكمة بروح أو أسبوعين أو شهر أو شهرين. نعم مشاهدة الموضوع الفترة الأخيرة ولكن بقول فيك الآتي هناك أحكام لتجار مخدرات وبعض القضايا أنا شخصيا كان في شهادة من طرفي 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين وشيء جيد شيء جيد. نحن دائما نسعى لتشديد العقوبة على تجار المخدرات نسعى لتشديد العقوبة على هؤلاء للحد من حركتهم. يعني آلية مكافحة المخدرات هي من طلب وعرض العرض هي من تاجر المخدرات والطلب هي من المدمن والمتعاطي. في حال قطع هذه العلاقة بين الطرفين وتحديد المساحة لكل الطرفين لكلا الطرفين تصبح فعلا في إمكانية لمكافحتها. نعم. وإن شاء الله بكون قانون قريبا جدا في الموضوع. معلش حكيت عن الفئة العمرية من 18 ل 30 وبالتالي أنا من هنا بدي أوجه نداء يعني بصراحة نداء على مستوى الأسر اللي هو التواصل والاتصال مع الأبناء وإحنا بنعرف أنه الأهالي والمتابعات وأنا بقول هاي مسؤولية مجتمعية. يعني أنا لما أشوف ابن جيراننا راح مع أولاد أو كذا أو إشي أنا كأم إذا شفت ابني جاب أشياء زيادة عن اللزوم على الدار مفروض أتساءل من وين جابها. وبالتالي المتابعة والتواصل هي مسؤولية مجتمعية تنشئة. نرجع للوازع الديني والتربية الصحيحة والسوية اللي هي التنشئة الاجتماعية في داخل الأسرة لأنها هي زي ما حكينا المؤسسة الأولى اللي بنشأ فيها هذا الطفل. هدول الناس كمان الفئات العمرية من 18 ل 30 كان في لهم احتياجاتهم الخاصة وبالتالي المجتمع قاعد بتطور حاجات من ناحية أكل ولبس واحتياجات والبليفونات وكذا وبالتالي هدول الناس سهل إنك تستدرجيهم. عشان هيك أنا بقول إنه الفقر جزء بيلعب دور بصراحة أو كثرة المال بتلعب دور في أذاء هدول الأولاد لما أنت تعطي مصاري بكميات كبيرة أو تقللي الشح في المال وبالتالي التوازن والاعتدال في التعامل مع هدول الأبناء بغض النظر أنا معي مصاري ولا معيش بالتالي في توازن واعتدال في التعامل مع هدول الأبناء. من هون أنا كمان بوجه نداء إحنا كوزارة الشؤون الاجتماعية المخصصات اللي بتنعطى للأسر بشكل أو بآخر هي إحنا غير راضين عنها. يعني مبالغ تكاد لا تذكر 750 شيكل كل 3 شهور. من هون بوجه نداء لدولة رئيس الوزراء ولمجلس الوزراء كل جميعا في زيادة هاي المخصصات لحتى تتلائم والغلاء المعيشي والظروف الاقتصادية اللي بعيشها المجتمع الفلسطيني. لأنه أنت لما بتقدمي لأسرة 750 شيكل كل 3 شهور والغلاء بزيد أنت شايفة أسعار الخضروات والفواكه واللحم والاحتياجات الأساسية. وبالتالي أنا بوجه نداء عبر شاشة الفجر الجديد وعبر برنامجكم انهم بالفعل يعطوا خصوصيه لوزاره الشؤون الاجتماعيه في زياده المخصصات حتى نحد لانه زي ما حكينا احنا قديش بتكلفنا احنا لو نحسبها قديش بتكلفنا هدول المتعاطين في علاجهم والشغل عليهم ملايين الدولارات لو منا نحسبها والنسب هاي لسه هاي الناس اللي بتيجي وبنمسكها في ناس مجهوله في مواقع كتير ومحلات كتير وبالتالي احنا بنحد من هذا الحكي لانه احنا بنحكي عن بناء دوله والدوله بتنبنى بالشباب وهي الفئه العمريه هي بالذات الاعتماد عليها. صحيح. نعم. اذا بالحديث عن تداعيات هذه الافه على المجتمع الكرمي لو بنخصص عن المجتمع الكرمي استاذ المقدم كيف يمكن ان نرى النتائج وتداعياتها؟ استطيع ان اقول ليس على المجتمع الكرمي كل المجتمعات حقيقه والمجتمع الكرمي هو يعني جزء من هذا المجتمعات. المخدرات اضرارها كبيره جدا. المخدرات للاسف الشديد بحاجه الى كل الجهود في موضوع المخدرات. على سبيل المثال على الاسره في تاثير للمخدرات بتفكيكها على الانتاجيه للفرد على مشروعنا الوطني للأسف الشديد المخدرات تؤثر
حيث أن الفئة الأمرية كما أسلفنا هي من 18 إلى 30 إلى 35 هي الفئة المنتجة، هي نعم. فئة حاملة المشروع الوطني الفلسطيني. هو ضرب للمشروع الوطني نعم. طبعا بالتأكيد. أقول لا أستطيع أن هناك فئة تتأثر أو تتأثر، بالعكس هي الفئة المتأثرة تنعكس على المجتمع بشكل عام بكافة فئاته، بكافة أطيافه، بكافة قطاعاته، من إنتاجية، من ناحية اجتماعية، من ناحية علاجية، من ناحية صحية، من ناحية توعوية، من ناحية تركيب أسرتنا اللي فعلا معتز أنه أسرة فلسطينية هي أسرة متماسكة قادرة أن تواجه الاحتلال وقادرة أن تواجه الحصار وقادرة أن تبني دولة نموذجية نفتخر فيها في منطقتنا. لا أستطيع أن أقول أنه حدها أو تأثيرها، بالعكس تأثيرها كبير، وأستطيع أن أقول المجتمع الفلسطيني متعافي بقدر كبير بمقارنة بالمجتمعات الأخرى في موضوع المخدرات. نعم. ولكن لا أستطيع أن أغفل أن هناك في تنامي في الموضوع. التنامي ليس لأن هناك في تقصير من المؤسسات، ولكن هي ظاهرة للأسف. يعني بدأنا كانت تنتشر الحشيش والمخدرات أو المرجوانة، اليوم للأسف الشديد المخدرات بتفاجأ الإلكترونية وبتفاجأ الكيماوية وكثير من الأمور، أي أن موضوع المخدرات متطور في حال تطوره للأسف الشديد مقابل هناك ضحايا. هناك ضحايا، كيف نتعامل مع هؤلاء الضحايا؟ كيف نحاول أن نؤهلهم؟ كيف نحاول أن نضع البرامج المناسبة حتى لا تتأثر أسرهم بهم؟ يكون نجاحنا ويكون توجهنا للأمام ومسير الأمام. اللي بقول فيه لا أستطيع أن أحصر أن هالقطاع متأثر، كلنا متأثرين في بيوتنا، في مؤسساتنا، في مصانعنا، في مزارعنا، في وزاراتنا. أنا بقول فيه فعلا، ولذلك لابد من وضع خطة واستراتيجية وطنية، وكما أثبت الست سهير حقيقة المجلس الأعلى وهناك اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وأنا شخصياً كنت عضو حتى في اللجنة المقدسية في منطقة القدس، ومنطقة القدس للأسف الشديد منطقة موبوءة اللي هي العاصمة الفلسطينية، وأقول دائماً الاحتلال سرق الأرض والآن يسرق الإنسان للأسف الشديد، فلابد أن نكون واعيين لهذا الموضوع. نعم، سرق الأرض والآن يسرق الإنسان للأسف الشديد. نسبة أكبر نسبة تعاطي للأسف في القدس، أكبر نسبة لا يتلقوا علاج في القدس للأسف الشديد، حتى شباب القدس العاطين عن العمل الآن يذهبون إلى الشؤون الاجتماعية أو إلى مراكز الإسرائيلية في القدس ويقوموا بالفحص بسيط. نعم. أنه ليثبت أنه تعاطى، طبعا بيكون هو متعاطي، ليتلقى 4000 شيكل لأسف مخصصات بطالي. وهو إيش؟ يعني لا يخفل أنه سيصبح مدمن في المستقبل ويصبح فعلا دمار لأسرته، ولكن كما أقول فعلا الإنسان الفلسطيني مستهدف. نعم أستاذة سهير، لو تحدثنا يعني كعملك في وزارة الشؤون الاجتماعية، الحالات التي ترد لوزارة الشؤون الاجتماعية في كافة المحافظات وأيضا محافظة طول الكرم، تأثير هذه المخدرات على الأسرة يعني كنسيج للمجتمع الفلسطيني ككل؟ طبعا احنا لو بدنا نحكي زي ما ذكرنا في البداية انها هي بالفعل مدمرة على الشخص نفسه بكل أشكالها بكل أنواعها، لأنه أنتوا زي ما حاطين في العنوان بالفعل هي بتدمر الدماغ، وبالتالي ممكن تعمل أمراض كتيرة، بتعكس على نفسيته، بتعكس على وضعه داخل الأسرة بالذات، بيكون عصبي، بيكون عنده توتر، ممكن يفوت في ديبرشن اللي هو الاكتئاب بأشكاله بأنواعه، ممكن طبعا بتبطل يشتغل وبالتالي بينعكس على الأسرة بشكل. نعم هون أنا بدركت هاي النقطة، يعني أوكي. بصير عدد العائلات اللي بتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتمويلها بإعالتها أكثر. عشان هيك احنا بنحكي، انت ذكرتي في البدايه قبل شوي قلتي تداعياتها، احنا لازم من الان او يعني مفروض البرامج هاي تنشغل عليها بالتوعيه والارشاد قبل يعني الوقائيه، الجوانب الوقائيه قبل اي شيء تاني، لانه هي بالفعل هدول الناس بصيروا اسره مدمره مفككه، مش شرط التفكيك الطلاق بقدر ما هو التفكيك عدم عمل رب الاسره، وبالتالي هذا الحكي بينعكس على الاسره بكل المحاور بكل الاشكال، واحنا كشؤون اجتماعي زي ما حكيت لك بنقدم القليل يعني بالنسبه لهي الاسره، وهدول ابناء والابناء بيكبروا في حاجات للتعليم، حاجات للشغل، وبالتالي ممكن يتسربوا من المدارس تنعكس عليهم زي ما حكينا انحرافات سلوكيه، بدهم يروحوا يشتغلوا، وانت بتشوفي حاليا العماله بالنسبه للاطفال طبعاً. اللي في الأسواق اللي بيبيع البان اللي بيبيع كذا، لأنه هو بده يوفر احتياجات الأسرة، وبالذات هدول الفئات العمرية الصغار بيكونوا حساسين شوي، إنه إمنا مثلا بتعيط شفناها ما معناش مصاري ما أكلناش ما شربناش، بيترك المدرسة عشان يروح، وبصير عندهم تأخر دراسي ونعكس عليه، وإحنا بنكون بدنا نبني، إحنا قديش الأمة تقاس بالعلم درجة علمها وتعليمها، وبالتالي خروجهم من المدارس يصبحوا عالي مرتين، عالي كأب وكأسرة في داخل الأسرة، وعالي على المجتمع بشكل أو بآخر. نعم سيادة المقدمة، تحدثنا عن التوزيع الجغرافي للمخدرات، يعني أين تكمن مراكز المخدرات المتعاطين ومدمنين، وأيضا إذا تكلمنا عن تجار. نعم سؤال وجيه حقيقة، وسؤال هو قديم حديث ويأتي يعني بشكل، بدي أسردك بعض الإحصائيات. يعني الإدارة العامة لكافة المخدرات سنوية بتعمل إحصائيات بناء على القضايا التي تم ضبطها وعدد الأشخاص وفئاتهم العمرية
والكميات طبعا بتبين لنا شو يعني. على سبيل المثال لو جينا لاحقا اتطرق الى موضوع التوزيع الجغرافي في الوطن، في 2009 تم ضبط 611 قضيه تصدرتها رام الله ثم الضواحي ثم الخليل. في 2010 كان عندنا 587 قضية، كان الخليل الضواحي رام الله. في 2011 طبعا في كان عندنا 593 قضية. في 2013 800 قضية. في 2014 نصف سنوي طبعا السنة هاي لحد شهر 6 أو 1/7 497 قضية. طبعا في ازدياد وفي تراجع وفي انحصار حسب الوضع السياسي كما اسلفنا. نحن نعيش في ظل الاحتلال. على سبيل المثال في كثير من الامور في مناطق جيم هي معوقات ولا نستطيع الوصول اليها، ومعلومه المخدرات كما تعلمون هي معلومه سريعه وبحاجه لتحرك سريع. فعوائق الاحتلال وعوائق التنسيق ووجوده في مناطق جيم تؤدي للاسف الشديد ان تصبح ملاجئ امن لكثير من تجار المخدرات، وهذا ما كان يلاحظ في مناطق ضواحي القدس. خلينا اقول شغله، معظم الناس الذي ضبطوا هم من فئه العمال ومن الفئه التي لديها مستوى تعليمي قليل. صحيح. أستطيع أن أقول أن التوزيع هنا كما أسلفت هو ضواحي القدس للأسف الشديد، الخليل، نابلس، رام الله، يتعلق في طول كرم. نعم. يعني التوزيع طول كرم نعم. حسب الضبطيات التي جرت في طول كرم، القرية رقم 1 ثم المدينة رقم 2 والمخيم رقم 3. نعم. ولكن لا أستطيع أن أقول أنه يجب أن أركز في القرية وأركز. ليش؟ لأنه القرية في كثير أيضا من مناطق الكريم هي مناطق جيم، وسهولة الوصول لها ليس بإمكانية وصول المخيم والمدينة. فتصبح هنا الضبطيات بما معناه نوعية في مناطق معينة، وهنا تصبح سهلة بالنسبة لنا. البقول فيه ليس هناك فرق اليوم، المخيم والقرية والمدينة ليست هناك المسافات الكبيرة جدا بيننا. والمدمن أو المتعاطي عندما يريد الحصول على مادة يتوجه إلى أي مكان. للأسف الشديد ضبط أشخاص يذهبوا إلى عناتة القدس وإلى العزرين لإحضار المادة في حال شحة في طول كرم. وللأسف الشديد التاجر في حال وجود بعض المضايقات عليه من الشرطة أو من أمور أخرى، زملاء التجار كانوا يقولوا بتنافسوا كثير على مناطقهم، بروح على مناطق أخرى فبحاول يمشي مادة تاعته. دعيني أن أخذ الموضوع كتلة واحدة وكوتي واحدة، كله يؤثر في الجميع، وبالتالي هي منظومة متماسكة مترابطة وبحاجة إلى نظرة فوقية إلها بشكل متساوي. لا أريد أن أقول أن المخيم أقل أو هون أكثر، هي ظاهرة موجودة ويجب مكافحتها بغض النظر عن نسبتها، ولكن أقول طول كرم أقل من المحافظات الأخرى، وطول كرم دعيني أقول تصنف ساخنة ولكن أقل من غيرها. في هناك مناطق في الوطن أكثر سخونة. نعم، ولكن ذلك لا يعني أن نهمل الوضع في طول كرم. أنا كما أسلفت لك هي ساخنة، ولكن هناك ما هو موجود أكثر سخونة من طول كرم. نعم صحيح. نعم. بس هم معلش عفوا زي ما الشرطة بتسارع لضبط هدول الناس، هم كمان التجار هم بتسارع بتغيير المواقع والمناطق. نعم صحيح. يعني خليني أقول شغلي عفوا أضيف شغلة وسمحتي، يعني حتى في كثير مناطق للأسف الشديد دعيني أتطرق لبعض المعوقات. حتى مناطق جيم كما أسلفت هي ملاجئ آمنة لتجار مخدرات ولزراعات، وللأسف حتى قرب المستوطنات للأسف الشديد هي مناطق لا نستطيع الوصول لها أصلا، حتى قرب الجدار هي مناطق لا نستطيع الوصول إليها أيضا، فبالتالي هي تمثل مناطق ساخنة في الزراعة وفي التوزيع والتجارة والترويج. لذلك انتقلنا من أنه التاجر يدخل إسرائيل لجلب المخدرات، أصبحنا الآن في طول كرم نقيم مستنبتات عنا موجودة. الآن تقوديني إلى سؤال آخر بدي أجاوبه قبل. أنا بقول فيه نحن في فلسطين دعيني أقول إن وجد في طول كرم فهي خالية من صناعة المخدرات في فلسطين. دعيني أقول وجدت حالي حالتين ثلاث، ولكن بشكل عام لا أستطيع أن أعمم. إحنا المخدرات تأتي من إسرائيل. نعم. كما تعلمين السلطة الوطنية في فلسطين لا تسيطر على معابر أصلا. المعابر. المعبر هي على مرأى الجنود، يعني يتم توزيع المخدر. نعم. آلية ضبط المعبر والحدود هي التي تسهم. كثير ما تسمعين في وسائل الإعلام أن دولة مجاورة ضبطت على حدود كذا أو حدود كذا. إحنا فلسطين نأمل إن شاء الله في المستقبل أن نسيطر على معابرنا حتى نستطيع وضع خططنا واستراتيجيات لضبطها. ولكن أقول وأنا مسؤول عن حديثي 99.9% من المخدرات التي تدخل إلى فلسطين هي تدخل من إسرائيل. نعم. للأسف الشديد تدخل من إسرائيل، وعتات التجار للأسف وكبار التجار هم من إسرائيل. نعم. إذن لو تحدثنا سيادة المقدم أيضا أنه هل هناك تنسيق ما بين مكافحة المخدرات وأيضا المؤسسات الصحية لمتابعة وضع المدمن والمتعاطي بعد اعتقاله؟ سيدتي نعم. أنا دعيني أقول في موضوع الشرطة الدور القانوني مهم جدا في الموضوع. وكما أسلفت سياسة إدارة مكافحة المخدرات لشقين،
الشق التوعوي الإرشادي وبشاركونا فيه إخواننا في الشؤون الاجتماعية مشكورين، وفعلا لهم باء طويل في هذا الموضوع. وموضوع القانون في عملية الضبط، نحن نضبط المدمن أو بما معناه من يحمل المادة المخدرة ولا نبقي أكثر من 24 ساعة ويتم توجيهه إلى القضاء، والقضاء يقول كلمته بشكل مستقل ما نعلق بالموضوع. التنسيق موجود ونسعى دائما للتشبيك، التشبيك حتى بكل شيء في هذا الموضوع، توعوي إرشادي، حل مشاكل اجتماعية. لا أستطيع أن أقول المؤسسات، هي فعلا المؤسسات المدنية والأهلية والرسمية هي شريكة في هذا الموضوع، وهناك كثير من الأطر التي نتشارك فيها، وفعلا إحنا عندنا استعداد وما زلنا وشاركنا في عدة أمور وعدة مشاريع مع وزارة الصحة، مع الشؤون الاجتماعية، المؤسسات المحلية، الأهلية، الأندية، التجمع الشبابية في هذا الموضوع، وفعلا نحن بحاجة لكل الجهود وكل الأيدي للوضع حد هذه الظاهرة. نعم أستاذة سهير، يعني بدي أسألك بس عن موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية، وقعت خلال العام الفائت شراء خدمة مع جمعية الهدى لقاء 1000 شيكل لكل حالة تعاطي. كيف يمكن أن يعني هذا الإشي يفيد المتعاطين والمدمنين ويفيد يعني المجتمع الفلسطيني ككل؟ طبعا أنا بدي أحكي لك أنه في وزارة الشؤون الاجتماعية دائرة السجناء، وهي الدائرة اللي هي بتروح على مراكز التأهيل والرعاية والإصلاح. الإصلاح بتزور السجناء في داخل السجون. طبعا عندنا إحنا كمان دار الأمل اللي هي للأحداث تحت سن 18 اللي هم في خلاف مع القانون، بزوروا هدول الناس في داخل السجون، وبالتالي من خلال هذا في تواصل واتصال، بروحوا زيارة منزلية للأسرة وبزوروا وبشخصوا حالته، بوصلوا لمرحلة إنه إذا هو زي ما حكيت القناعة والرغبة عنده للخروج من هذه الدائرة، وبالتالي إحنا وأيضا القانون لا يجبر المتعاطي أو المدمن أيضا على الدخول إلى المصح. يعني خليني أطرق الموضوع لو سمحتي زيادة على 6 سهور. نعم. اسمعيني، موضوع المصحات يعني قديم حديث، مصحات هي زي ما تفضلت أخت سهير، الصديق الطيب موجود في العزرية. نعم. والنور أو الهدى الموجود في النبي موسى وشعفاط. صحيح. اللي بقول فيك الآتي، أنا يعني عدة حالات تم تحويلها إلى هاي المؤسسات الموجودة، والله إنه يعني جهدهم رائع ومشكور. صحيح. في ظل عدم وجود مؤسسة حكومية، اللي بقول فيه المدمن أو المتعاطي يتم تسليمه من جانب أهله ويتم توقيع عقد لمدة 6 أشهر أن لا يخرج من هذه المصحة. نعم. لأنه شو الإشكالية في الموضوع حقيقة؟ يعني منخاف إحنا بعد ما يخرج المصحة أن يرجع إلى صداقاته وأصحابه. نعم. والأراضي الانسحابية ما يصاحبها. فكثير من الأشخاص مكثوا 6 أشهر في مصحة العزرية. صحيح. ونسبة نجاحهم جيدة ولا بأس فيها، ولكن يتم توقيع عقد مع أهله. نعم. 6 أشهر لا تتدخلوا فيه، لا يكون هناك اتصال إلا ضمن اتصال يعني مراقب وممنهج معه. نعم. حتى أسرته لقائها معه بكون ممنهج ومدروس وبإشراف المؤسسة لمؤسسة صديق الطيب، وشيء جيد فعلا. نعم. تفضل إيه معلش أنا ما لا كملتش تفضل. لأني بقول بزرو زيارة منزلية ومن. نعم. ثم بتم التنسيق بينهم وبين الزيارة بين المدمن، وبالتالي ممكن تحول على المركزين، مركز زي ما حكينا صديق الطيب، لكن كمان مرشد هذا دائرة السجنة بيعمل له بريبيرنج اللي هو التحضير في داخل المجتمع داخل الأسرة، اللي هي التواصل والاتصال ما بينه وما بين أسرته، عشان قضية اللي حكاها سيادة المقدم اللي هي النكوص والرجعة للشلم السابقة والإدمان وللناس. نعم. بالتالي بيكون مؤهل ومؤهيه للشغل، وبالصدق كتير نجحوا. طبعا إحنا. نعم. كمان الشباب اللي بيشتغلوا في رقابة السلوك ودائرة السجنة إحنا بنعملهم بشكل متواصل ودائم بالتعاون مع الشرطة وفي مؤسسات أخرى شريكة، اللي هي تطوير لقدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم في التخصصية. نعم. في هذا المجال من خلال دورات بتنعمل وبتنعقد بشكل دوري، ورش عمل كمان بنعملهم لهدول الناس للشغل على هاي. نعم. سنعود لنفس النقطة ضيوفي الكرام، ولكن معنا اتصال هاتفي. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. مساء النور يا هلا، تفضل. أختي أنا دخلت على الموضوع هسه، جيت فتحت على التلفزيون لقيت هذا الموضوع شغال. نعم مدخلتك لو سمحت. أنا بحكي موضوع آخر، يعني إحنا للأخ المقدم، في إحنا عندنا ناس اللي بيبدوا بيبيعوا الدخان ده بالمدارس، بيكون بيبيعوا بالانفراغ الدخان. نعم. هل هذا ممنوع بالقانون لو مش ممنوع؟ نعم. لأن يعني الأطفال الدخان هم اللي بيبدوا. نعم. بهذه المرحلة هم يبدوا خلوا بعلموا الأولاد الدخان، بروح بيشتري سجائر بالسجارة بتنتين. هذه من هون تبدأ النقطة. النقطة الثانية. تفضل. لأخواننا في الشرطة، لو بقوموا بعمليات دوريات مثلا، إحنا أنا من مخيم الكلام، لو بتقوم الشرطة بعمليات دوريات في الأزقة، يعني يلفوا هيك أكمل لفة كل يوم، بيعرفوا إنه الناس الأولاد اللي في الزكاة هيك، بيعرفوا إنه في شرطة بتلف، إذا مسكتهم تأخذهم. نعم.
فما بعرف أنا شو رأي الأخ المقدم بهذا الموضوع. نعم، شكرا لك على المداخلة. يعني سوف نرد على هذه الإجابة مع سيادة المقدم. تفضل. نعم سيدي، أنا سمعت وشكرا لك وأهلا وسهلا فيك. حقيقة الدخان أو حتى الأرجيلي حتى القعدات اللي بتصير حتى مشروبات الإكسل المنتشرة، يعني حقيقة إن شاء الله لو يكون يعني فعلا، وأنا بضم صوت إلى صوتك إنه في عملية رفضها وعملية عدم بيعها، ولا أخفى عليك حتى القانون لا يبيح أن تبيع دخان أو كذا ما شابه لأقل من 16 أو 18 سنة. نعم. هذا كلام ممنوع ومرفوض رفضا باتن، ولكن أنا بقول فيك الآتي، إحنا شرطة ممنوع ولكن مفروض يكون في تعاون مع الناس مع المواطنين في هذا. نعم. الاتجاه لا نستطيع أن نقول أن نقف بما معنى شرطي لكل باب بقالة أو دكان في هذا الموضوع، ممكن أن يلاحق، ممكن أن يلاحق، ولكن أنا اللي بقوله مفروض يكون في وعي حتى منا ومن المجتمع في ربط هذه الظاهرة. يعني أنا ابني لما أروح على المدرسة إذا بشوف إن فعلا بدخن فمستعد أوصله للمدرسة وشوف مين بيبيع دخان، فبالتالي بقول له باب بطلع لك ممكن أشتكي عليه ما في مشكلة. أنا مفروض بقول دائما الرقابة يجب أن توسع، الرقابة يجب أن تتسع حتى تشمل الجميع بما معناه حتى نقدر نخدم أكبر فئة وبكل الفئات. يعني سيادة المقدم المسؤولية. نعم. الكبرى على من تقع في وجود هذه المخدرات وحتى يعني وجود كما أسلف المتصل الدخان. سيدتي يعني المخدرات أو الدخان لا أستطيع أن أقول هناك فئة تقع عليها وفئة لا تقع، كما أسلفنا في بداية. نعم. برنامج هي مسؤولية الجميع، ولكن كما أقول الشرطة تمثل الجانب القانوني في الموضوع. نعم، وأيضا القانون يحمي، يعني يحمي القانون. نعم، وفي حال توجه أي بشكوى بغيره. نعم نعم، إحنا هذا الكلام للأسف يعني. نعم. مما معناه ما بصير بيع هاي أختنا في الشؤون الاجتماعية، ما بصير لحدث أن يباعوا دخان أو أي حتى وما يقاش عن الدخان والمخدرات. نعم. وحتى كثير مشروبات الطاقة المنتشرة حاليا لها أضرار جانبية للأسف. صحيح. الشديد. ملبيات. نعم. الموضوع الثاني دوريات مخيم طول كرم يا أخي العزيز، إحنا الشرطة لا نأرو جدا في موضوع مكافحة المخدرات في جمع المعلومات ومداهمة أوكار تجار المخدرات. وأنت يعني أكيد تسمع إنه فعلا فينا شغل تقريبا شهري أو أسبوعي في هذا الموضوع. أنا لا أستطيع، دوريات الشرطة منتشرة، دوريات الشرطة منتشرة في كثير من المناطق، ولكن قد تكون مناطق أقل مناطق أخرى لوجودها في مركز البلد أو في غيره، ولكن نحن يعني وصولنا قريب جدا لمركز الحدث في أي شيء. وموضوع المخدرات كما أقول لك يعني مخيم طول كرم، بالعكس أنت بجوز بتسمع أنه في كثير من القضايا كانت تجري في مخيم طول كرم. نعم. وإحنا بالنسبة لنا يعني أي معلومة بغض النظر مخيم طول كرم أو غيره نصلها فورا. قضية أنه تاجر مخدرات أنه لما شوف دورية شرطة أنه بطل بيع مخدرات أو غيره. نعم. أنا لا أخفى عليك عملنا هو في نوع من الذكاء ونوع من المعلومة ونوع من الاستخبارات في موضوع المخدرات. نعم، هو المعلومة التدريب وتوعية حيث أن حتى أنني لا أستطيع أن أدخل حتى بيت مواطن بدون أن يكون هناك مذكرة تفتيش من النيابة ويكون مسببة ويكون محضر استدلال ويكون بما معناه أن هناك فعلا معلومات كافية أن وجد مخدرات. كما تعلم أي مواطن لا نستطيع دخول بيته إلا إذا كان فعلا مؤكد هذه المعلومات، لأن لا نريد أن نسيء لأي مواطن بأي شكل من الأشكال. طبيعي الأجهزة الأمنية مفروض أن نكون دائما متخصصين في هذا الموضوع، وطبعا بمساعدتكم وبمجهودكم. نعم. تاجر مخدرات يبيع مخدرات في حارتكم، في مخيمكم، في مدينتكم، ففي حال شفتوه إحنا نرجو برضو يكون إنه فعلا فيه. وأنا بسبي دائما يعني دعيني أخذ وقت شوي وقت صغير. نعم. ما يسمى المعلومة الآمنة، إيش المعلومة الآمنة يعني؟ يعني اليوم في جوال وفي كذا ممكن أتصل بالشرطة إنه فلان ببيع مخدرات، بديش تقول شو اسمك يا أخي، بديش. نعم. تقول تفصح عن نفسك، بديش أعمل لك. نعم. مشكلة في مجتمعك ولا في حارتك. إحنا بعد المسؤولية تقع علينا وبعدها نتصرف. نعم، شكرا لك سيادة المقدم، ولكن الوقت يداهمنا. سوف ننتقل ضيوفي الكرام وأيضا مشاهدينا إلى سؤال الشارع الكرمي، هل ترى أن نسبة تعاطي المخدرات في طول كرم مؤشر خطير على المجتمع الكرمي، وما الحل للحد منها؟ نتابع. أكيد مؤشر خطير بسبب الفساد اللي بيعمله في الدنيا وفي العالم وبيضيع الكثير من الناس، صح؟ طب وشو رأيك الحل ممكن نحد عنه هون في طول كرم؟ نمنع انتشاره بكل الوسائل الموجودة، من سلطة، من كل الوسائل الموجودة له، كل الوسائل اللي بتمنعه. إحنا نعمل حملات توعية ضد الإشي هذا اللي بيصير، ضد المخدرات اللي بتضيع كثير الناس. متوقع إنها مش شائعة كثير بطول كرم، يعني لأن عنا الأسر بشكل عام هون محافظة كتير بتحتوي أبنائها بشكل كبير، يعني إنه يعني كتير في محافظة هون وبراعوا أولادهم، يعني من هاي الناحية مش شائعة كتير. أنا هيك بتوقع سبب البطالة، البطالة بتخلي فلتان للشباب هاي والإهمال، يعني تربية الولد برضه أساس التربية، وبعدنا عن الدين هي أساس. يعني هي بتعتبريها إنه هي، هل هي فعلا مؤشر خطير؟ أكبر مؤشر والله يريحنا من هالوباء هذا اللي انتشر على الشباب. أكيد المؤشرات هي مؤشر خطير خاصة في طول كرم، لأنها هي منطقة حدودية
قريبه من الخط الاخضر، واحنا بنعرف انه الخط الاخضر في زي ما بنحكي انه انفلتان امني، فيش ضبط على الشباب الفلسطيني في الداخل، ما في قانون يحكمهم زي الخلق، انه والله ما في، او بالاحرى يعني بجوز الحكومه الاسرائيليه هي معنيه اكثر انه موضوع المخدرات وهي المواضيع اكثر بشكل عام تنتشر بين الشباب الفلسطينيين سواء في الضفه الغربيه او في الداخل، وكمان اكثر في القدس، يعني القدس اكثر ما بتعاني من موضوع المخدرات حتى بين الطلاب الصغار بين الفتيات، امور اخرى بجوز بدناش نحكي فيها هلا، لكن موضوع المخدرات اكثر يعني بده تسليط الضوء عليه اكثر من مؤسسات امنيه، من جهات رسميه، من مؤسسات المختصه، من الجمعيات المختصه في العلاج والارشاد وغيرها وغيرها. انا بتصور انه موضوع كبير كثير لازم ينعمل عليه فوكس اكثر ويهتم المسؤول الفلسطيني فيه اكثر. بتاثر على الشباب الصغار وعلى المجتمع على كل شيء. شو ممكن نمنعها باي وسيله؟ نراقب اولادنا هم صغار، ان اي حدا نشوفه نشك فيه نبلغ عنه. بالعودة لكم مشاهدينا الكرام وأيضا ضيوفي الأعزاء، تعليقا عما ورد في تقرير الشارع، بداية معك سيادة. طيب سيدتي أنا يعني شكرا لكل الملاحظات القيمة حقيقة، وملاحظات يعني في الصميم حقيقة. البقول في المخدرات ليس أقول في طول كرم، طول كرم موجود طبعا مخدرات، ولكن بديش أقول كما كنا في البداية أصبح برعب وبإرباك وبغيره. نحن نقول لابد أن نكون واعيين للموضوع، لابد أن نضع خططنا واستراتيجيتنا لمكافحة هذه الظاهرة حتى لا تزداد وبالتالي تؤثر على مجتمعنا. الاستراتيجية في مكافحتها لا تقتصر على جهة معينة، هي تتبع الأسرة وتتبع المؤسسة، تتبع المدرسة، تتبع المؤسسة الدينية كما أسلفت أختنا سهير، تتبع جميع المؤسسات المدنية والأهلية، شراكة مجتمعية. وأقول دائما أن لا نحجب المعلومة في موضوع المخدرات، أن نعترف أن هناك مشكلة فبالتالي علاجها. اللي بقول فيه يعني أنا بكون سعيد جدا إذا أدعى إلى محاضرة المخدرات، لأنه أقول درهم وقاية خير من قطار علاج. وأكون سعيد جدا إذا بتكون هناك مؤسسات يزداد عددها، وأرى أنه يزداد عددها في طول كرم واهتمامه أكثر للحد من هذه الظاهرة. ولكن أقول مجتمعنا بخير، مجتمعنا قيمه حقيقة محصنته، مجتمعنا له هم كبير أكبر مخدرات، الهم الوطني، وضعه خاص يعني وضعه خاص. وأقول زي ما تفضلت أختنا سهير، الوازع الديني مهم أن يقوى عند الفئة المستهدفة اللي هي فعلا فئة العمل والمشروع الوطني، وأن نكون فعلا صف واحد مرصوص في هذه الظاهرة لمكافحتها. وأقول دائما يا إخوان ابننا مفروض نتبعه، مين أصدقائه، وين بروح، وين بيجي، كيف بيشتغل، شو وضعه، شو صار عنده تراجع، صار عنده انحصار، صار في تقدم، لأنه زي ما تفضلنا الأسرة رقم واحد والشؤون الاجتماعية فعلا بتهتم في الأسرة رقم واحد. وأنا بقول دائما لا نقول إنه إحنا محمين أو بما معناه إنه ما إلنا دور، كنا إلنا دور، وكل إنسان بيقدم أكثر احترامه أكثر، وبالعكس بكون يعني فعلا فضل علينا في كثير من الأمور. وإحنا كشرطة كمؤسسة يعني رسمية لا نألو جهدا في هذا الموضوع، ونحن الاستعداد للتشاركية مع أي مؤسسة موجودة في طول كرم في موضوع المخدرات، من ناحية توعوية، من ناحية إرشادية، من أي ناحية تسهم في الحد والتعريف بهذه الظاهرة، ولأنه هذا الشيء يسهم وينعكس علينا في ضبط المخدرات وتراجعها، وبالعكس في عدم وصول مواد جديدة وأنواع جديدة المخدرات. وطول كرم خصوصيتها هي قريبة من الجدار، وطول كرم بمعابرها، وطول كرم بالفئات العمالية الكثيرة التي تعمل في إسرائيل، وللأسف بتكون عرضة للابتزاز وعرضة للوقوع في موضوع المخدرات. فوعينا بده يكون أكثر شوية، وتشاركيتنا أكثر، وصراحتنا أكثر، لفعلا حتى نستطيع أن نسير ب استراتيجية وخطة وطنية في موضوع المخدرات. في موضوع الصراحة والإفصاح عن المعلومات سيادة المقدم، لماذا لا يتم مثلا شهريا أو خلال 6 أشهر أن يتم الإفصاح عن عدد القضايا، عن نسبة قضايا الاتجار التعاطي في طول كرم، المدمنين، يعني نسب وإحصاءات، في ظل عدم وجود إحصائية وطنية رسمية تتحدث عن الموضوع؟ سيدتي اسمعي سيدتي، يعني قضية طول كرم يعني أو الأفر الأخرى التي سبق اشتغلت فيها، احنا بنعمل احصائيات نسب سنويه واحصائيات سنويه ونخضعها للتحليل في الاداره العامه وحتى في افرعنا، نخضعها للتحليل حتى يكون لدينا مؤشر ويكون لدينا فعلا كيف نتجه للمستقبل من ناحيه الماده المضبوطه، من ناحيه نوعيه الاشخاص ومستواهم التعليمي، فئاتهم العمريه، مناطق سكنهم، تفيدنا في وضع خططنا لمكافحه هذه الظاهره. هناك فعلا احصائيات، واحصائيات تنشر سنويا بكتيب سنوي من الاداره العامه لمكافحه المخدرات،
وبالعكس هناك تحليل إحصائي في هذا الموضوع. ولا أخفي عليك أنه تم وضع كثير من الخطط وتعزيز كثير من أفرع المخدرات في الوطن حسب ما تكون هذه الإحصائيات تعبر عنه. مهم جدا أن يكون لدي شيء رقمي حتى أستطيع أن أعد له لتكون نتيجة أفضل. نعم. ففعلا موجودة، دراسات موجودة، كل شيء ينشر، ما في شيء مخبى. بالعكس إحنا دائما نسعى نشترك مع المؤسسات الأخرى حتى تكون خططنا متوائمة معها ومتساوقة معها حتى نصل لنتيجة أفضل، لأنه بنكون سعيدين إذا بنزلوا عدد المدمنين، بنكون سعيدين إذا كمية المخدرات اللي تضبط أقل، بنكون سعيدين إذا درجة الرفض الاجتماعي للمخدرات زادت، فبالتالي تسهم في مشروعنا وتسهم في راحة مجتمعنا ودرجة أمانه للأفضل. نعم أستاذ سهير، يعني في التعليق على ما تفضل به سيادة المقدم، لو تكلمنا فقط عن المدمن والمتعاطي في حكم عملك في وزارة الشؤون الاجتماعية، ما الحلول أو المقترحات يمكن أن نقدمها لردعهم أو لعلاجهم من الإدمان والمتعاطي؟ أنا بدي أقف، يعني بدي أبدأ من موضوع المضحية. نعم. أوكي. وبالتالي أنا مش بقول يعني ردع للناس المدمنين الصغار بالذات الفئات العمرية الصغيرة. نعم. بقدر ما هو من خلال الريبورت اللي عملته اللي هو التقرير. بالفعل أنا كتير مبسوطة إنه الناس وصل لمرحلة إنه توعوي المجتمعية، كتير حلو إنه بشخصه وحكوا بشغلات توعوية. نعم. حكوا عن أسرة، عن تنشئة، حكوا عن المتابعة، وأنا بحكي بفخر إنه الشرطة الآن كتير من المرات بالفعل مشكورين، دائما بتشوفوا سيارات الدوريات بالليل. نعم. في الدخلات والأزقة والدهاليز، بشوفهم انتشارهم كتير مشكورين، وهذا إشي يعني الواحد بنبسط عليه، لأنه بتعرفي هدول الأولاد الصغار أو بالليل خفافيش الليل اللي ببلشوا. نعم. يتحركوا هون وهون وهون، وبالتالي هدول الناس. وبالتالي أنا زي ما حكى سيادة المقدم مسؤولية مجتمعية، أنت إذا لاحظت من بيتك أو فلان وفلان لاحظ هدول التجمعات، وبتعرفي هدول الأولاد الصغار سهل استقطابهم زي ما حكيتي أنت بشكل أو اثنين شكل، وهذا المروج كل ما رخصت الناس اللي بتسوق له كل ما استفاد أكتر. وبالتالي إحنا مسؤوليتنا بالفعل مسؤولية مجتمعية مع بعض، مع كل الأفراد. إحنا في وزارة الشؤون الاجتماعية زي ما حكيت لكم لساتنا إحنا مش راضين عن أدائنا في هذا المجال. نعم. جديد تقريبا يعني بداية السلطة بدأ الشغل على المحاور الأساسية بتعلق في المخدرات، زي ما حكيت دائرة السجلاء، وفي عنا دائرة المخدرات مكافحة المخدرات على مستوى الوطن، وزميلنا نبيل قبها مسؤول عنها. نعم. طبعا بكثروا من الأشياء التوعوية، إحنا لا نزال نفتقر للمهنية والآليات العلاجية والشغل بشكل أو بآخر. طيب كيف يمكن أن نسخرها أيضا ويعني نعمل على نجاح أكثر؟ أوكي. من أشهر بسيطة تم وضع حجر الأساس لمركز في بيتونيا. نعم. العمل مع الناس المدمنة على المخدرات. إحنا كشؤون اجتماعية زي ما حكيت لك نشتغل مع مراكز التأهيل والإصلاح في التوعوية. نعم. نشتغل مع المدارس في تشاركية مع الأوقاف، في تشاركية مع مؤسسات مختلفة على مستوى الوطن زي ما حكى سيادة المقدم. نعم. مسؤولية كل فرد فلسطيني في محاربة هاي الآفة. إحنا الشؤون زي ما قلت في البداية إنه إحنا منساعد في التوعويات ومنساعد من ناحية مادية ومن ناحية المواد العينية اللي منقدمها لأسرة، لكن البرامج والشغل عليها هذا بتطلب. أنا بحكي إنه إحنا مش بس الشؤون والشرطة والأوقاف، إحنا محتاجين هدول الشباب في هاي المرحلة الفئات. نعم. العمرية وقت الفراغ إملاؤه. نعم. الشغل عليهم في توفير احتياجاتهم. مثلا على سبيل المثال أنا بتمنى إنه في طول كرم حدا يتبرع له بقطعة أرض نعمل لهم ملاعب أو مراكز رياضية. نعم. مراكز فن، نعمل لهم محلات مجانية شبه مجانية رمزية. نعم. تكون، لأنه في ناس بتقدرش تروح على الجيم تدفع 10 شيكل و20 شيكل. نعم. تفريغ الطاقة هاي في مطارح صحيحة وضمن ناس مؤهلة بالفعل. إنها تكون تتابع وتراقب هدول الأولاد. أنا متأكد الأولاد صفحة بيضة، شو أنت. نعم. بتخربش عليهم كناس كأسرة وكمجتمع، هم بيطلعوا بالتالي. نعم. هم أنا متأكدة رح يستقطبوا ورح يروحوا، بتمنوا ملعب كرة قدم. نعم. موجود يتفتح للكل. نعم. أكثر من محل تكون في البلد، لأنه قاعدة بتزداد أعداد الطلاب في المقابل الأولاد بيكون. نعم. أقل. أستاذة سمير، يعني في نهاية لقائنا لليوم توصيتك سيادة المقدم ورسالتك للمشاهد الكرمي. يا سيدتي كل احترام مشاهد الكرمي، وشكرا لتلفزيون الفجر الجديد حقيقة على إتاحة الفرصة في موضوع المخدرات، وأتمنى أن نتواصل
لا تكون بردة فعل، أن نتولى الاستمرارية مهمة جدا. نعم. أنا بقول إحنا الله يمسيه بالخير جميعا، وإحنا الشرطة في خدمة الشعب دائما في كافة نعم. جوانب حياته وراحته. وأقول لكم حتى مكافحة المخدرات هي متواصلة مع الناس، قد تكون أكثر من مؤسسات كثير أخرى. ونحن في خدمتكم فعلا، وإحنا بالعكس إحنا بحاجة لجهودكم ولأيديكم ولمؤسساتكم لمجتمعكم، وإحنا في خدمته ليكون مجتمع نظيف ومجتمع منتج ومتقدم، لأنه فعلا مجتمع رائع وممتاز وبيستاهل كل خير. فبالتالي إحنا شكرا لكم، ونتمنى أنه نتواصل، ونتمنى فعلا أن يكون لدينا أكثر من لقاء في هذا الموضوع، لأنه فعلا ظاهرة بحاجة لتعاون الجميع. ودائما كما أقول مرة أخرى، الشرطة في خدمة الشعب، ونحن دائما في خدمتكم. نأمل ذلك. أستاذة سهير، أيضا رسالتك واقتراحاتك أيضا ده في للمشاهدة الكريمة في حلقتنا اليوم. أنا طبعا بتوجه دائما بركز على قضية الأسرة والتنشئة نعم. الاجتماعية في داخل الأسرة. أتمنى إحنا كأباء وأمهات هاي مؤسستنا الصغيرة اللي بنطلع عليها على المجتمع عشان نبني، بالتالي إحنا بنحرص على توفير الاحتياجات الأساسية، بالتالي التواصل والاتصال مع أبنائها وتنشئتهم بتنشئة سوية صحيحة سليمة. أنا لا أقصد إن لازم نوفر لهم كل الاحتياجات، ممكن نوفر الحد الأدنى من الحاجات عن طريق التواصل مع هدول البلاد والحديث معهم والقرب منهم والدفء اللي بيننا وبينهم بالتواصل وبالشغل، لأنه بالفعل هدول الأبناء هم عماد وهم الشغل اللي راح ينشغل عليه لاحقا خلال المجتمع اللي بنائه. نعم، نأمل ذلك لكم. ضيوفي في نهاية حلقتنا لليوم أقدم جزيل الشكر لكم ضيوفي الكرام، مدير فرع مكافحة المخدرات في طول كرم المقدم ياسر ياسين، أهلا وسهلا بك، ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذة سهير أبو طاقة، أهلا بك. وأيضا الشكر موصول لكل من شاركنا هاتفيا، وأيضا لمشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. تصبحون على وطن.